الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا سيد التالين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنار رادب بتشوديمنو قراءة القرآن كتالا مدى قرآن كراون فايدة سينكم. فلا ريب أن تلاوة القرآن صفة المؤمنين. شكين كبو يخاو شكين كبو يشو من بربا يشو نم تقول لي شكون دندوم قراءة القرآن كراون بفنما مؤمناته ونساء الصادقين مؤمن توتر ورد وقادبت ورد وقومسي ورد وقارب بالتامن أمة سنتو قرآن كراعج يروم داوجتو. ومن أكثر الرهدون قرتين ما قرآن بني يروهن دا قرأو خالكانيس فيسبوك جلن بولي خيروهن دا وقاتا أو في وقات يمون دا قرآن خان قرأو أمت السنية. فإنما واني قرتي رحمة ربي خيستي نمني رحمة ربي تين هردفو رحمة ربي تين أركتو قرآن قرأو خيستي في اتوجتو في برسيز وقيس الججون فادلين قرتي قرآن كراودا سوني مالي وجنة ميولين على اللو أسأل الله ربي كردنا في سينيس ورى قرآن عن أودي يوقعو قرآن ديزر ربي نمغريني. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة ما أنزل إليه فقال ورتل القرآن ترتيلا. ربي نيجي جيرك ما يسا صلى الله عليه وسلم بتلاوة ما أنزل إليه وان قرتي كما يسا تبوه بسن قرآن أككرو قري جتشا كما يسا تتي عجديتي أكجين ورتل القرآن ترتيلا. تو قال الحسن أكجي اقرأه قراءة بينة وقا قرآن قراءته قرائنسا إفبهاتي قرائجين ترتيل جتون بينان إفا بين سقنتي جتو. تو تفسير الطبري نكجي وقال تعالى تفسير الطبري قيستي كان جتو ورتل جتون كرأي ترتيل القرآن الدبابتي جتو أكنا من نيس ما ناس قال للالا الدباسي كرأي جتو مخارج حروفات إسباسا جتو. وقال تعالى ربي نلتكجي مادحا فارسالتين من قام بهذا العمل نما هجيتنا نابت فارسالتين نما قرآن قرآته فارسالتين نما قرتي يروهند قرآن قرأ فارسالتين كي ربنا الزوجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إمام الطبري نكجي رحمه الله يقول تعالى ذكره إن الذين يقرؤون كتاب الله ورختاب ربي قرآن قرآن بانيتي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ختاب سنوخ محمد رتبو فمي جتو إيه قرآن قراني وأقام الصلاة صلاة شنن كان دابا كان صلاة يروي سير رتيجو. أما النسون يقول وعد الصلاة المفروضة خل صلاة واجبة جيسا لمواقيتها حدودها يرو إسي سنرتي يرو صلاة نسين سنرتي أركان إسي خرافرا واجبات إسي سديتا شرطي سعودوا صلاة سيلا إفي نواقض ودوا سديتا وان قرتي واجبة بشروط إساتي وان دو قوتني جاتشو والرسالة الركوع في خشوع سيتيس قوتني والرسالة سنيجي. طيب بمعنى ويقيم الصلاة يروا رتي يتشوخن صلاة وقول عز وجل وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سوني مالي يقول يتصدقوا نصدقة بما أعطيناهم من الأموال كبين يساني بخاني نرى صدقة سرا روي سنيتيس علانية مل سنيتيس أكنا من نقر ريثي أكنا من أركض تزجوا.
يقول وتصدقوا بما أعطيناهم نصدقة وانسا نفكان انك أبين يرى دويساني خفافي علانية جهارا دريبا سني جتو وإنما معنى ذلك وانك كان جامع إسان أنهم يؤدون الزكاة المفروضة زكاة واجبة إسان الرق والأميس نبابة ويتطوعون أيضا أما السنقفة نولني صدقات نبافة جتو زكاة نخنن صدقات نبافة نيجي طيب بعد أداء الفرض الواجب عليهم إيجا وانغرتي واجب الرتي بافة نيجي سنة داس بافة نيجي وقولوا يرجون تجارة لنتبور يرجون نخجيلا هجي ساني سنين مال خجيلا تجارة لنتبور نجد غرتي خساران قبل نتوكو خجيلا نيجي مغالا غرتي خساران قبل مغالا غرتي خساران قبل خجيلا نيجي نجد غرتي خساران قبل خجيلا نيجي سن خيري هججو خناني سن خجيلا يرجون تجارة نجد لنتبور تنغرتي خسارة سن قبل ترفي ملي ججو تان خساران قبل ترفي ملي سن خجيلا نيجي طيب يرجون بفعلهم ذلك التجارة هجي وجه تنسانيف نقد تكو خجيلا هجي قرتي دلقا الدنيا خيس جتو هجي سنو خان الدنيا خيس دلقا طيب ليوفيهم وجورهم ربنا كجي ماس ليوفيهم في ذلك الثواب أعمالهم ربنا كن هجي سان دلقة تنسان قوتو تيساني بخنا جي آخرت هجي جرغون دلقة قوتو تيساني بخنا آخرت جتو ويزيدهم من فضله يقول يزيدوا على الوفاء قوتو غنيفيتي سنرت تيدافي جي وان قرتي سنر قوتو تيجو طيب واختتام الآية باسم الغفران دليل على أن التالين للقرآن مما يحظى ونخ آياتك أنا ربين أرارما في أمورين أرارما ونت أمورين نمتشان قرآن كرو يخور قرآن كرو دبرتوت الرئيس ليرا في دبرتوت الرئيس يجون أجري قدو أركتني يجون إسان قودة ورّي أرارما ربي ترى قودة ركتو إساني وجاك عمد وري أرارة مربي ترى قدر كتو جرخنا جرب الرانو أقوله وأما النصوص من السنة أمو سنة را سنة إرجع مربي ترى هدو تجراجي قرآن كراو فائدة إني كبتنا رتي تنقرتي نمك جيب سبحان الله تنقرتي ترغيما في تلاوة هذا الكتاب قرآن خنا كراو رتي تنمك جيب جفتو تنمك خافتو هدو راجي بفادة ذات النفتجري طيب هي أكنا غنو أن فيها نجاتهم أماس نجيبه تجرى مثل السوء الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السوء جيتو فكي قرتي بدو قرتي رقم ربي إحسان الرئيس نجيبه تجرى جسونا كم جنان فأنا من أباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ربي عبد الله من أباس رضي الله عنه كي إن الذي ها إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب نمتشان قمسا غيسا واتكن كمني أكمنا أنا تاوتي جي فقرآن من قمسا غيسا جير ريجو قرآن قرآن تنون در راهون هوا بابتي جي أما وفرق كبير عدبين سقدات جرا أكم بين التالي لكتاب الله وهاجر وإن كان منافق نمتش قرآن الدانين بني خان أودي قرآن اليسوفي خان قرأو منافق اللي وصوتاتي وان قرتي الدفقين ياتو جراجي سن أكم فأنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي موسى الأشعري رودي فمي رب الرجالة قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقام ربي كجي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن فكي مؤمن تتش قرآن قرأو مثل أترجة أترجة جني تجرى بيو ترى باقي ستي وني سونا كبرتقانا فقاتي إرادي وترجع وما جاينا فانا رباتين
إذن سن نيجا بمت يفان رموتي وان إذن تاتبي خندن دنيا جرو قال تكبر تخاناتي تكشف الرون نيدا خيسي عادادي كبد يقعد دروسن أقعد ياتني مويج أكيسي سنيتي ريهوا شرف كام فولين إذن أيب كل كلين وطعمها طيب أقعد ياتوس يانسي كل كلين نيا واجتشو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فكيف مؤمن تيجي القرآن أنكراني مؤمن تيجي القرآن أنكراني شو أك فكيت ميراتي لا ريح لها تشرف كان كمني وطعم أهله يعني سيرة مئة وقته ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن فكيف منافق القرآن كراؤنا تيجي منافقا كمثل الريحان أك ريحان تيجي ريحان جتون وان أورغوي تتكاجر تنديه مني مخا أورغاو تكبيتين يعني جرا ريحان جنين سون ريحان وما جنين أورغاو تك ويا جمعة أفن أمني كنا سوسو كده ديما نكجوله تكتكو نجرا نمني كسي فرات ديمون أكفكي ريحاناتي جم منافق تيجي خم قرآن كرو جتشو مالب جنان ريحه طيب وطعم أمور شرف كان بريدو رندم يور رندم تي نهادلو تيجي ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن فكيم منافق القرآن انقرانه كمثل الحمض لك الرقوق ايتي مخطق وجراء دواء ليس لا هريهون وطعم وامر شرف كاس انقبدو فولي ارقويتو تك انقبدو يو نياتيس حدا وامبراتي جي اكسانيتي جي متفقون عليه. طيب والكثير من التلاوة القرآن يحسد على هذا النعمة نمني هدو قرآن كرو نقاب باجي سمال جنان وعلم وعلمان وملام خيسجفت نماف قابون جتو فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقيفت نمهدو قرآن كرو نمني نقاب بافي قال نجي نبي ربي لا حسد إلا في اثنتين قابين سي وعلمان انجرتو واسدي ملي وعلم ملي رجل ناتاه الله القرآن قرباتك خربين قرآن برسيسي خربين قرآن خنيف فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. قني هل كنيس التين صلاة. قياس كد أبتهم كاراو جتهم. وان قراني نيز نكارا أتيس نيوجتها جتهم. خوني توكو خنافقا بون نجريتو. سلاكا ساتي برده أكنت تدلق يجاني. ورجل ناتاه الله أمالا. أما سنم تكو ربين الدنيا تجابسي. فهو ينفق أنا الليل وأنا النهار. قال كني ويا خرا ربي غير صدقته يجو سلا ربنا غني كثر عن الصدقة دي يعني يجو والحسد هذا الغبط غبطه يجو أن تتمنى ما لأخيك من خير خوني وان وبليس غيك أبو خير داف جابو أصو حق دي إذا تجرتي إذا رافور يا ربنا هذا برسون جنة يا رب القرآن إني كاري بيخوان فوري جمع خيانة هذا برس خان جنة كابين يني كبوخان هذا برس خان جنة يعني غاب بودا جچو اني سلا اركد يكن صدق دي جچو رملي هوني انا هذا برو جچو رامتي جي قران قرون اما سبب الرفع سبب للرفعة في الدنيا والاخره قران قرون سبب ربي سين الفودا صدر سببات قران قروتي ربي سين الفودا الدنيا في اخره غيستي درجات الفودا ما ديمتي جي نما برتي صدر كار كچا ديمتي جي نما براتي صدركار كچا ديمت درجانتي والفورمات ديمتو فان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ربي قال نجي ان الله ربي يرفع بهذا الكتاب قران كانن الفورجي اقواما امه تقوى ضوب اخرين غري لفغكا حركه جلافرت غري مو ور قران كاري اتي دلغو ور غرتي قران جي چربي تي دغمان اتي امني افيس براتي تي دلغو سن الفوراجي خمو خان هر لفا غبو سجو اما قران كراون بركه قبتي الدنيا في اخره غزت فانا بذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان جيني جاب بذر خن اوصيني نافدام قال عليك بتقوى الله صدار بسرت هاجرات رب صدار بجيني فانه راس الامر كله صدا ربي قباچون متا واهند اديتو واهند واولك ابتهجو جچو قلت يا رسول الله زدني نافته برين جينيجي قال عليك بتلاوه القران قران ربي قرؤن سر التهاجرات فانه نور لك في الارض دتي غيزت يفارس يفتح وقعد الدنيا رجل وزخر لك في السماء
سمي غيزتي سيف الخايمة زخري سيف تاجتو زخري تاجتو وان بودر كاندك وان بانكي غاني بودر فرتين تاجتو نور لك في الأرض ما أنا لما قبديه تك خندرا يألو قارئ العامل به من البه بهاء فول مساق نات إفاجي إف ما فون إفا نمت شان قرآن قرأت ده لقو ني إفا جيجي لما فان هداية كجيلور كتا ورك هداية ورشاد كجيل كجيل كتاج كجيلور كتا كجيل عليه قال تعالى قد جاءكم من الله نور إيه وكتاب مبين إسرين دو في رب الرّ نور إفان كتابني إفبات إيفي إفان سون عبد الله بن أبّا زكية رضي الله عنه عنهما ضمن الله لمن اتبع القرآن إفكبجر ربي نما قرآن جل ديميف أكم الله يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة دنيتي سنجلتو آخرتي سنونغو وجدتها أكم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نمتشان قرآن ربي جل ديمي ني سنجلتو ني سنونغو آخرتي سنجلتو مالف صبا قرآن ني إفا إسابته هيتي كتاب نقول إساس نماس نكجل تشو طيب وأما زخر في السماء جنسا تفسير الرواية الأخرى وذكر لك في السماء وربما كان الذخر عام من الذكر فيه تكون الرحمة في الآخرة والشفاعة والجنة ذخرين سن رحمتها سنركتا مغنتا سيفتا يتشو آخرتي وأما الذكر فقد قال كان جيد دبتي أهل السماء جنسا ملايكان نمت تشخان الرن فارسيتي جوراجي واجدو ساني جرا أبل بركة كان نمكنا قرآن قرأو جانيتي نمت تشخان فارساني جي وقارئ القرآن نمت تشخان قرآن قرأو يذكر الله ربي ذكر كما بيّن رسول صلى الله عليه وسلم أكرا رسول بيّن ستي جو نم ربي ذكر يجون يرون دو قرآن قرأو ذكري ربي تنتي جرا جي نمت تشخان قرآن قرأو وتلاوته قرآن كراوك خير الدنيا وما فيها على الدنيا تبوتو فيتي فوانا الدنيا خير سجرو كأبو جدتو فان عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عقبة غنر وديفمي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نور رقب بهجي ونحن في الصفة نو برندار رجرو جدتو فقال أيكم يحب أي جالتاي سنر أن يغدو كل يوم غنمو غنم فتي الى البطحان او الى العقيق بكجمت فياتيني منه بناقتين اينو تچ غنم فتي غنمو قال لمنا فيدي رفاجين اكم كوما وين في غير اثم ولا قطع رحم قن هني قرهم مرين فني اكرمت اينو نافدي رفاجين قال اينو فدا جين آية فياتي يجون قال لما نروف أين يجيم بو فقال يا رسول الله فقلنا نجي نجي يا رسول الله يخرب بنا الكت كلنا نحب ذلك نموني ثينا جي أفلا يغدو أهدوكم إلى المسجد دو كستاتو تقون كيسا مالف انقنم فنه جين خرم الزيدة فيعلم أو يقرأ يخاني بهاكا مان برني يوخا آية لما من قرآن كتاب ربي ترى خير الله من ناقته قال لما سنرى آية لما قرأوت يسافر رجع على جئن يجو وثلاث خير الله من ثلاث آية سديو قرأت قال سدير رسي جالت عفوريس قال عفوري رسي جالت أكسمتي لكو اسم كسيتين ديمت يجو حديث مسلم كيدت والكومة خجن نسل إبل عظيمة السنام قال بدو قبتو دلو أجايبا قبضيتو سنينيو نافذة جيجي طيب وتلاوة القرآن وبتلاوة قرآنك رولا يحقق الله لك أربع أمور ربي وآفر سيف مرتز سيف أركم زيز منها خير مما طلعت عليه الشمس خنرى وان عدون خيري وان الرجال خيرين عدون الربات سنة كمينة ولينا أردفه فأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع مرة ربي كنجي ما جتما قوم أمني وأولتين كابا مجي في بيت من خيست من سنو من أجوت
من بيوت الله من ربي الراغد يتلون كتاب الله كتاب ربي قرآن ويتدارسونه بين فيما بينهم جدو ساني تاني خان قرآن جتو خان سچي باراتا خان نباراتا خان في خباسا قرآ مزيد جنان جتو نموتو سكينان سان ربوتو ملين تاني رحمني سان غوغ ملين تاني سكينة چون نمي سبتيت قلبي نساء جتت تدبر قرآن مقراوتا سكينة جامي جو سكينة چون اما يسمون نساء غماغمنا هنديبني قلبي نساء سبتت جتو رحمني ربي سان غوغ جتت ملائكان سانيش جتت ربي ورأي سبرا جيرو برتي سان فارس سان دبتت جي ميمال تو قدس ايذكر الغني الجبار ربي دريزي جبار خاتي سيدبچون جچو سبحان الله الله كبر چسالا فاغنا ربي نولتي گودا خاتي كبر چكناتين كبجي وركناتين دچي راگ بجي ربي سيدبچون نيما اسي اسي تي متي جچو سبحان الله طيب الله ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لأبي أكن جيجي أين جاء تنفس ثبت يقول رسول ربي أباقي أن جيجي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن عفوا أبي جغي أبي ربي ناجي جيجي القرآن سرق رورت قال أبي نكجين الله سماني لك أنا ما أخي أنا دبتيمو أبي رتي كراي جيموجين قال الله سماك لي إيه ما أخي رهتي إسر كراي نانجيج إيه لك إير كراي هسي لك جيفتو جين قال فجعل أبي يبكي نبوه يجي بوسين يجتو والسكينة الآمنة مطمئنة لا سكينة نقاسي رفت قلبين تهدي سبتتتي جرو قرآن قراتو صدى ربي سيدرو رفت قال لله في دبرون آية ربي معنا سيئكم وهم دي سبتتت سكينة كذا طمانين ألا بذكر الله تطمئن القلوب جيتون قرآن نم ربي لتمي ايسي يرو سعادي دمي في فيسبوك جلا تعاون قبول براي راو ديفا من عازب رضي الله عنه قال كان رجل قربان تقنيته مالته يقرأ سورة الكهف سورة الكهف كان قرأته الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا وعنده فرس مربوط قام قيدا قاتوا إلى أجرة جت فردتك إلى أجرة جت بشتنين يجون فتغشته السحاب فجعلت تدنو دوميسي حقو ديدي اتدياتو سينتي وجعل فرسه ينفر منها فردغن بقاتو سيني دوميس قنا بقاتو سيني ني بقات كلمه فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم اوغاني في بريفته ارغم ربي تتلوفيتي ها فاخبره اساف اوديسي دوف ذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن صني سكينة لا أجن تنبوت يجو سكينة سبو يجن الله وشتنين كجن حبل يجو هذان الأبدي غجرت يجو طيب وكل حرف من القرآن يقرأ بأشرة سنات حرفي تكاتي كرون صواب غلانين قلتك الفمتها جي عقم فأنا ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغم ربي كان جياو من قرانا من كار حرفي تكجت من كتاب الله كتاب ربي فله اسافت حسنه حسنان تكو اسافت اج خيرين تك والحسنان تكتين سن باشر امثال يا خدنتي سابمت خدنتي سابمت لا اقول الف لام ميم الالف حرف والميم حرف واللام حرف ألف لام ميم أقايت صدم سيف كتبه ما يجتو سوابني الله مي والتالون لكتاب الله أهل الله ور قرآن ربي خنا قرأو ور ربي تهو ولينا هردفنو
فأنا نسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقام ربي كجي إن لله ربي نجرة أهلينا من الناس ورات جرنا مرة أمت تقوت جرنا مرة جتشو أهل جتشو بيكا دوغات ور جتشو نما قرتي ربين وبقى بساني جتشو. قالوا يا رسول الله من هم أين جانين أهل الله يكون أين؟ قال هم أهل القرآن وريرون القرآن كراو إنسان أهل الله وريرون القرآن كراو كراو كفاهم بيكدو غايا حاج إت كراني إت دلغو يجو وأهل الله الخاصة خنو أهل ربي تي خبتت ورسات يجو أهل ربي تي يجو سوريا ورغرتي قران كارو غرتي دلو رب رانو غورو ورغرتي يو اني اركول كبي وان في دخانه تربي نو غنوف ديچو قام قران كارو حالي ساري سال قرانا بفتي سانيت بف قرانا يچو ورسان وبتلاوه قران كن كارو ودان ما سيفز الانسان في الدنيا نمتي خركتا يا الدنيا انا غيست عبد الله بن عباس راو ديفمي قال نيجي من قرأ القرآن نمتج القرآن كره لم يريد الأرض العم خنجرهم القرآن كرو قد قالوا نمانته إيجا قدته إيجا دلوا من بس بس قد ينديهو هم بس بس يجوا نما تخبص بس من يتنين من قد يقول ليه تقولون في الرفن جانا دي من نمسا ننتهو يجوا الله ما عرف جنان ذلك قوله تعالى ثم رددنا أسفل السافلين إلا الذين آمنوا قد قالوا تسان دي بناجي ور ربي تأمني مليجو الذين قرأوا القرآن صور أمني ور القرآن قرأوا. وفي الأثر أن العمل من الإيمان هجين إيمان راته ولينا ورد في نماز وتلاوة قرآن قرأوا أمانة من الغفلة نغير كتاجي دقورة هندق مججو فأنا بهريرة رضي الله عنه وبهريرة رضي فمي قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقام ربي كجي من قرأ نمتشكره 10 آيات آيات قرآن في ليلة هل كان كيستي لم يكتب من الغافلين ورد جمرة ورد ربي الرام فترة همبر يفهموه جي وانا آيات قرأ يجرو في جو حاكم توديس وبالتلاوة القرآن قرآن قرأ وقيستي يكون العبد في قائمة القانتين ورد قرتي هل كان صلاة الليل صلاة وقرب دور ربي تشابه لسان كيستي بر يفهمه جي نمتش قرآن مقرأ فأنا بيوريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنجي إرقام ربي نقرأ مسألة جنة من حافظ على هؤلاء الصلوات نمت كان صلاة شنكنا رتيفة المكتوبة واجبة صلاة واجبة رتيفة لم يكتب من بريفة من الغافلين ورد جمرة ور ربي الرام فترة هم بريفة موجي إسان الرانتو ومن قرأ في ليلة هل كان آية هل كان كيستي آية ربة كلام نكره ها كتب من القانتين ورر كل ليلة أبى شاب ولور راب الريفة ما هذه ورسان الرات عاجته وبها تنال الشفاعة القرآن قرآن كراو خنا أما جنتاسين أركت أنا متجو يا كأما نم القرآن خرا كراو ما جنتاسين أركت يجو فأنا أبي أمامة رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي تين دقيج يقول هجو اقرأ القرآن قرآن خنا كرا فإنه قرآن غن يأتيني دفع يوم القيامة قيا كما شافي أم مجنتا لأصحابي ورك أراو مجنتا تهيت دفاج خكر أتي دل جسرين جتو رواه مسلم ومن هذه المحبة وان قرتي أماز بفقرتي تنا راجتو بفقراني مجنتا سيتوت في قرآن جالتو على الرا وما ثبت عن النواس من السمعان الرا وان أركمت فيها قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغم ربيني دغيهج اكم يقول خجو يؤتى يوم القيامه وياك اماني فيدن نيدفما بالقران قرانا في واهلي قرانا في ور قرانا في دني دفني الذين كانوا يعملون به في الدنيا ورغرتي قرانا در قرئ الدنيا رتي تدلغو قرانا سن اساني قرانا توجين دفما جي سنكم تقدم سوره البقره در ديمت على البقره في عمران سان در ديمنيتي تهاجان صاحبي رواه مسلم مغنتا اساني فتات وردرو تدلغو طريقنا اساني را دي مفتيچو حجا اساني فتات اساني را مورم تيچو تچون نان دابچو تري ندلغو تري يتيچو ومن ذلك
جاء عن أبي هريرة رضي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع مرة بقال أنا يجي القرآن يوم القيامة قرآن يدفق يا قيامة يا ربي أكن جاجي يا ربي حلي سنة أفنتا يريد صاحبه صاحب تكسانا متجدور اتقارو ترسنين أركاي مي جاجي فيلبس تاج الكرامة كوثيا غرتي ذهبا تمغنت غم كراما دا رجوم مارا اوسو دا وجه ربين اكوس ثم يقول اكن جاي قراني يا رب زده فلبس حل يعني جت فايا ار كراما اسا خنا قبا جورا اوس يعني اوغا غرتي كوفيا ذهبا تقاي سني فايا يا رب تي ديف جاني قراني اوس يعني خلي ور الدنيا رت قران تكري قرأتي دلغو تري ورسني رب نوغر هي ايغا سي قراني كي جو ارض انه يا رب الرجاله جاني جي فيرضى ان ربي للرجاله جي فيقال له اكن جان اقرا ابو قرى غورقه وتزاد بكل ايه حسنه ايه قراتون دغيزتي حسنه خير كتاتي قرى جاني جي نعم تجدر قران الدنيا قراو تري قد تدلغو تريجو قرآن كرونتون وتلاوتون وتلاوات توريس الدرجات العالية في جنة المأوى قرآن كرون جنة الفردوس لا صدر كاد وما قرر ريت التنمك أبسيف تيجي عبد الله بن عمر بن عاصي الرهودي فمي أن النبي صلى الله عليه وسلم إرقام ربي قال نجي يقال نجي أما لصاحب القرآن نمت تجدر قرآن كرون اقرأ ورقة جاني نجي وارتقي لالك الله 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 أبو قريقة الله أكا قرتي قافة الدنيا رجل تقرأ تسانتي هاي أرانتنا قرأ من فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بوتانة تقبلت آخر آية قرتي بودرة قطين تمر تسال من خيأتي كراء خيس ديمي جانيني تركان فتشال الفوكي الله ورب الرسول رنواغل الله 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 قال حافظ رحمه الله في الفتح كي والمراد بصاحب الذي ألفه قال عياض المؤلفة المصاحبة وقول أصحاب الجنة وقول ألف تلاوة وهو أعمى خانقلتي قرآن صاحب قرتي زهر قلبي ساتر ورافز سنه خ قران عمر راغر وسنه سنك كز جانين غيا قيامه فان الذي يدام ذلك قيرون ده قران قرورت دوام يزل له لسانه الرمي سا حساب لافته قال يساجل الدم ويسال عليه قراته قران قرون حساب لافته جي حساب لافته فاذا هجره يوني قران قال قرؤ ديسي او ديجي قران رافغاتي او قاو ارادايسي سقلت عليه قراء وشفت عليه ويا قيامه قران سنقراون دندو هدي نساتون سصو من دنديس نمتي چغرتي قران الدنيا تنرت يرون د قراوتو اخرتي اكسي قران قنا يرون د قراءاج امتي اسلاما ماليا گا صدركن قرانا هدود فائدہ لنكم على بذكر الله تطمئن ذكر ربي ترتي قلبي نما له ثبتي امته خينيا قيسافم جي رمضان نوفا جي رمضان فا قيستي صدرك قدرت يچو جي رمضان قيستيس ها اكا امام الشافعي بويت ترى لما بات ترى جاتم فتو تر يچو صابون يدنو لما يندنو رغم صومنا قيسا قران يدو قرو تر نافيسنيس ور قران قرئ اتدلغي وان قران ني جوجل ديم ربنا هاغروتي ور غرتي قران ني رغا بهوف ور رغا ربهو متي والقران حجه لك او عليك سن ور غرتي رغا بهوف خرغا ربهو متي ور رغا بهوف ربنا هاغرو ور قران غرتي قرئ اتدلغو اخلاق مزاي حال ساني حال قران تو ربنا هاغروتي كوتا لمدا خانه توري كوتا توقف خنا دورتي دبري جرا دغيفا چوندايسن كون كوتا لمداتي اسرتي طمرما ورنا فيزنيس قران قري اي تي دلا غربنو اغودوتي ورغرتي قران غيا قيامل رغا بوف
قانغرتي مغنتا توفر ابن واغرو. هذا والله تعالى عالم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.